بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. عندما يكون الحضر مسؤولية. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين والحلقة 658 من ملك وكتابة. عندما يكون الحذر واجبا، مسؤولية أكتر منه واجب، لأن الحقيقة جمهور النادي الأهلي لازم يخلي باله كويس قوي قوي قوي. أنا بوجه الحذر إلى المسؤولية قبل إلى الجماهير قبل المسؤولية. خلي بالكوا قوي كل كلمة بتقولها بحسن نية، وأنت فاهم إنك أنت بتقول رأي أو إن أنت بتنتقد انتقاد بناء أو كل أو بتتلقف حاجة مش مؤكدة عشان تبني عليها رأي، تكير، لأن ده فخ لذيذ. فخ لذيذ، عشان كده هي حلقة مهمة. هذه أبرز عناوينها: مقالي ومقاله، صناعة الشائعات، الغربال لماذا هو مختلف، وبعظمة لسانه الفار والعار، الجموع الحمراء، رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي، أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده أبرز ما في مضمون حلقة الليلة، لكن ضربة البداية دايما وأبدا كما تعودت: مقالي ومقاله، صناعة الشائعات، ويا جماهير الأهل اتحدوا زي ما انت طالبت. احذروا واتحدوا. الحذر واجب جدا، لان انت بتقع في فخ ما انتش حاسس بيه، او بيستخدم كلامك اللي انت فيه انتماء وبراءة ومن منظور يعني انك انت لا نقول على الغلط وننتقد الغلط حتى لو على انفسنا، او علينا ان نفرق تماما 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 بين ان احنا ونحن نتحدث على مائدة اتخاذ القرار والمسؤولية بيبقى لنا لغة، وان احنا نتحدث في الكواليس بيبقى لنا وجهات نظر قد نختلف وصوتنا يعلى وكل حاجة، لكن عند اتخاذ القرار كلنا بنسند القرار. فلا يمكن أبدا لا يمكن أبدا يبقى أنا عندي لعيبة موجودة في قيمتي تناضل وحققت لي كل أسباب الفخر وأنا عمال أنتقد فيه أو جزء منهم. يعني اللعيبة دي اللي احنا عمالين ناخدهم واحد ورا التاني، بعضهم يتذبذب أداؤه ومعايزين منه أداء أفضل، ده مؤكد، يملكوا الأفضل مؤكد، لكن في ظروف صعبة جدا. أما نيجي في ماتش وادي دجلة تحديدا، وفي 10-12 لعيب ناقصين، وبعدين اللي موجود هو تشكيل ربما على حساب بعض المراكز، ما عندكش بلاي ميكر مثلا، فمش بتلعب بلاي ميكر، فأنت بتغير أسلوب اللعب، بتجرب بيكم باك رايت، مش ضروري ينزل بقى يكسر الدنيا، بتجرب مش عارف مين في حته صانع الالعاب. اصبروا واهدوا واعرفوا ان في ماتشات ليها ظروف خاصه، وبعدين ماتش زعلانين منه، زعلانين مش عايزين نتعادل، عايزين نفضل نكسب على طول. الله، طب ما احنا في الماتشات اللي زي دي صفاره الحكم تفرق. امتى ما تفرقش؟ لما الفرقه تبقى فايقه قوي وتستحمل الغلطه. ممنوعاتش كتير عند لكن لما يبقى لك 3 ضربات جزاء يا استاذ ابراهيم، هو مطلوب ايه تاني؟ دي احنا ناقشها بالتفصيل وهنثبتها. ايوه. وبعديها تبص تلاقي الاخطاء تخدم المنافس بتاعك، فتلاقي نفسك جمهورك بيتشد بقى هنا، وخصوصا لما يتزامن هذا مع تصاعد نغمه البكائيه والمظلوميه اللي هي معكوسه 100%. فانا عايز اقول لجمهورنا رفقا اللي بتقولوا لبعض في الاعداد الخاصه، ما ينفعش يتصدر ويوصل للعبتنا. لعبتنا عايزه الدعم وعايزه المؤازره، وبالعكس هو كويس عايز منك ايه؟ يعني هو مش هيفرح بالاشاده وانت وهو كويس ومتالق، هو عايز الدعم وانت مقدر ظروفه. بالظبط، تاني وتالت زي ما يكون ابنك جاء يعني في امتحان مش عامل اللي عليه، ما تقولوش والله ما تنافع. يلا شد حيلك وانسى الموضوع ده عشان نقدر نعوض، عشان نقدر نعمل، بدل ما عملت اللي عليك انا مش زعلان كده. وبينك وبينه يعني ممكن تنبهه بلطف،
انا عايز جماهيرنا ما تقعش في فخ ان الناس تاخد من كلامهم تتصيد. وخلي بالك هناك من يعمل ويدعي انه اهلاوي ويحذف لكم الكلام ده بقى. لان في كلام لا يصدر عن اهلاوي. في ناس اهلاوي منهم عارف، انا عارف بعضهم، عارف توجههم وعارف حسن نيتهم، ولما بيتواصلوا معايا تواصل معايا بقول لهم خلي بالكم دي ملهاش لازمه، وخلي بالكم اللي هتستخدم مش كويس، خلي بالكم ابتدت تاثر على معنويات فلان او معنويات علان. مش عايزين كده، احنا عايزين ندينا. انت ليك في الاخر ايه؟ ناديك بيديلك كل اسباب الفخر والسعادة وانت صحيح. بتقول كده صحيح، بلاش نتناقض بقى مع نفسنا. لغايه لما يوصل للمرحله دي خليك ايجابي، حتى لو في هزه هنفترض انه ما بيعملش، ما بيدينيش النتيجه 100% دي ال 80% هزه، اعتبر انها هزه. لكن القياس على ان ما فيش واحد تقطع منه باص، ما فيش لعيب يضيع فرصه، ما فيش لعيب يغلط، ما فيش لعيب يجي يزق كره تطول منه في هجمه مرتده نحاسبه عليها. ونبتدي نقيمه بقى ايه من اول الصف بالمجمل. احنا قلنا بقى وخلي بالك لا ما ينفعش يا استاذ ابراهيم. الناس المغرمين ما يعملوش كده، ما احنا قلنا عبد المطلب قالها. ما تتكش عليا حبك ليا، الناس المغرمين ما يعملوش كده. ما هو ما تتكش عليا بحبك ليا وثقتك ليا، وما تتكش عليا ان انا عودتك ان انا ادي لك كل حاجه على اعلى مستوى. النهارده انا مقرف، النهارده صحتي مش تمام، النهارده ظروفي مش كويسه، استحملني بقى زي ما يعني بدي لك حاجه. بالذات ان في اسباب موضوعيه، في غيابات لظرف، وحتى بقول لك اذا وصل الامر ان الموضوع بقى عدم توفيق محض، خلاص عدم توفيق بيحصل لنا. اصل انت لو كل واحد قاس على نفسه هيكتشف دي. والله يا استاذ ابراهيم هيكتشف ان بيجي يوم هو نفس الشخص مش قادر ينزل يروح الشغل. هو اللي لسه امبارح بيسقفوا له عاملين له الموظف المثالي، ويجي له بعد يومين مش قادر يتكلم، مش عايز حد يساله سؤال. بشر في الاخر يعني. فارجو يا جمهور الاهلي احذر واتحد. صناعه الشائعات، احذر واتحد، صناعه الشائعات والتربص تلقف الاخطاء وتضخيمها. وعلى فكره دي ليها سبب. احيانا بيبقى الهاي اكسبكتيشن، التوقع اللي احنا نبالغ فيه عالي، ودي نغمه ولادنا بقى اللي على السوشيال ميديا معظمهم. يا ندي الفاظ ونقسم في النجاحات، واوعى تقف ما تقولش لايك، واوعى انا عايز اللاف، وعايز مش عارف ايه، وابننا مش عارف ايه، ابننا لحد ما يغلط لا بقى رصيدك مش عارف ايه. لا مش كده الدنيا، مش كده، مفيش ملائكه ولا شياطين على الارض، احنا لعبتنا بشر فيهم كفاءه وفيهم اخلاص وفيهم اجتهاد وفيهم هيدوا هينجحوا وهيتعثروا النجاح. واحيانا نتعثر. عايزين بقى القياس يبقى كده، فربنا سهل ونفهم بعض ونقدر نكون الجمهور اللي هو فعلا الداعم الدافع. طيب ده كانت صناعه الشائعات في ابرز ما اللي قاله المهندس عدلي في مقالي عن عدم التربص، مراعاه ظروف الفريق، المسانده والدعم الايجابي باستمرار، عشان باستمرار نوصل باذن الله في نهايه الموسم للثلاثيه الجميله اللي بتسعدكم. مثلا موسيماني الجمهور حاطه فين؟ طب خليه يتعادل ماتشين ثلاثه هتبتدي الهمهم. مش عايزين كده، عايزين التقييم يبقى موضوع عشان نبقى الحب له جذوره، مش يبقى على الوش وعلى السطح. عشان كده عايز اقول لكم موسيماني، على ذكر مستر بيتشو موسيماني، اختار قائمه الاهلي لمباراه الغد، مباراه الغد اللي هتجمع الاهلي مع سونديب بطل النيجر، مباراه العوده في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا والعشره ان شاء الله يا اهلي. موسيماني اختار علي لطفي وحمزه علاء ومصطفى شوبير، واضح ان الشناوي هيريحوا الماتش ده. اختار كمان احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري واحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر ابراهيم، ورجع بقى رباعي العائد من كورونا، الحمد لله النتيجه جت سلبيه وتم شفاء محمود كهربا واكرم توفيق ومجدي قفشه ومحمد هاني، انضم الرباعي لقائمه المباراه اللي فيها كمان زي ما قلت لكم ياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف بدر بنون واليو ديانج وطاهر محمد طاهر بعد شفائه من اصابته بكدنه في الضلوع، وصلاح محسن وقفشه وعلي معلول واحمد ياسر ريان واكرم توفيق. بيغيب عن القائمه محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعه للراحه،
حسين الشحات للإيقاف، للإصابة جونيور أجايي ونصر ماهر وكريم نيدفيد، ولعينة كورونا مروان محسن والسولية وجيرالدو، عدم القيد أفريقيا وولتر بواليا مهاجم الأهلي الزامبي الجديد. بالنسبة لولتر بواليا هو ده بقى اللي أنا عايز أتكلم فيه، بلاش الهاي اكسبكتيشن، مش عايزين نحطه في حته توقعات عاليه قوي ونبدا نديله بقى في صفاته وفي الفاظه وتوقعاته، مش هيعمل اللي انت مستنيه من مره يعني واحده. هو لعيب كويس مؤكد انه من افضل العناصر، وانا يعني لما اتغيرت الاولويات، هو انا كنت محتاج سيرينو اكتر ولا كنت محتاج بواليا؟ لا، بواليا جاي في توقيت كويس، بواليا مع امير توفيق في النادي اهو، فهو لعيب كويس وعنده قدراته، شفناها مش بالصدفه انه يعمل هذه الانجازات من السنه من الشتاء اللي فات لحد النهارده. لكن ما تستناش منه بقى وتحاسبه على توقعك انت، ايوه، او طلباتك انت منه ايه، من غير منطقي ما تستنى حتى انه ينسجم. انا عايز احس ان عندي فريق، اكتر ما احس ان انا عندي نجم يخوف. يا فرحتي يبقى عندي نجم يخوف، ما عنديش فريق. انا عايز احس ان عندي فريق، لما ده يبقى ترسي قوي ساعد فرقته يبقى عمل اللي عليه. هو ده النجاح. محمد شريف مش عايزين الضغط عليه ان نتوقع من كل منه كل ماتش لازم جول، انه كل فرصه لازم تيجي. لا، سيبه، هو لعيب كويس، لعيب كويس، سيبه بقى، سيبه يودع بهدوء، بهدوء، لان الهدوء ده هو اللي مخليه يفكر صح. صحيح، هو لو متسرع الفرصه هيبتدي يعمل زي ازارو، انما طول ما هو هادي وبيفكر ورايح رايق كده ومش حاسس ان حد بيسربعه هيفكر صح، وهتصيب وهتخيب، لكن نسبه التوفيق هتكون اعلى. حسين الشحات نفس القصه، مروان محسن نفس القصه، صلاح محسن. طب لو قلت لك وولتر بواليا في اول خطوه ليه في النادي الاهلي، انت تنصحه بايه انت شخصيا؟ انصحه بقى بس مش هيسمع نصيحتي، ما تتابعش السوشيال ميديا. كويس ان ما بيقراش عربي. لا، بيترجم له، هيترجم له، هيقرا، هيكتبوا له بالانجليزي، خلي بالك. يعني انت عايز تفهم ان جيرالدو اجايي مش عارفين ايه اللي بيكاتب عليهم؟ لا عارفين. بواليا تقول له ايه طيب؟ بواليا هو عارف، اصل بص من تصريحات بواليا عارف المسؤوليه اللي داخل عليها. هو عارف انها نقله كبيره. وهو فرحان مش مصدق ان الموضوع ده فجاه، يعني كل الناس سيرين وسيرين وسيرين وبعدين فجاه والتر بواليا. والتر بواليا نتيجة صعوبة الاتفاق الحالي مع سيرينو، خلي سيرينو قدام شوية. بس كويس إن حتى بيتسو موسيماني قال لك ده اللاعب اللي أنا كنت عايزه وكان واحد من ترشيحاتي وأنا متابعه وهو في مكانه. بص هو ده وهم اتنين. سيرينو وبواليا. كل أي حاجة تسمعها بعد كده كانت كلام من الأحلام، مش هنجيب لعيب باتنين وتلاتة مليون دولار مرتب في السنة. والفروق الفنية مش موجودة قوي يعني. فانت الحمد لله الامور استقرت عند هذا الحد، وربنا وفقه ويحميه من الاصابه ومن الغرور من اصدقاء السوء. انت في ناس بتتسلط على فرقتك، خلي بالك من الكلام ده، في ناس بتتسلط على فرقتك تاخدهم في سكك مش صح. الناصح بقى انه يعيش حياه الاهلي وقيم الاهلي واخلاق الاهلي عشان يحقق النجاح. طيب سيرينيو، الاهلي اغلق صفحه سيرينيو، لكن هو منذ قليل كتب على صفحته او اجلها، كتب على صفحته يعني سونر اور ليتر هحقق حلمي، اجلها او عاجلا هحقق حلمي. هو اجلها، الاهلي خلاص في الشتاء مش هيقدر يجيب. ربما قدام شويه تكون الامور اسهل، يبقى لنا لقاء وتكون اسهل. عقده قرب، رغبته بقت ملحه، هم يكونوا جابوا بدايل. يعني الظروف هتتغير. عاد هو لسه مجدده، بس ممكن ظروفهم هما نفسهم. وسيرينو بقى ما تيجي نتكلم، لو سيرينو ده خلص هنتعامل معاه ازاي كجمهور كاعلام؟ عايزين منه كل اللي بيغير الليله، اللي بيقلب الدوري المصري. ده احنا جبنا اللعيب بقى. لا مش كده، ما تبصش للقيمه الماديه ولا صعوبه المفاوضات عشان تقيم اللاعب فنيا. انت محمد شريف جه في هدوء جدا بالمناسبه. يعني محمد شريف جه ازاي؟ تحب اقول لك؟ احنا كنا خلاص مركزين على عنتر، اتفقنا على 13 مليون والولد خلاص عنتر من الاسيوطي. تاني يوم الصبح احنا في لجنه عشان نعتمد ونكتب الشيك. لا خلينا 15 مليون، ابعتوا لنا شيك ب 15 مليون.
لعنتر. في عنتر، فكان محطوط عنتر او محمد شريف، ما حدش كان يعرف محمد شريف في الساحه، لكن عنتر كان الاعلام هو اللي عامله يعني الجان اللي هو النجم الشباك، هو اسمه صياطه عنتر بقى، لا التركيز كمان الالحاح ان عنتر عنتر عنتر. فانت خلاص خدت قرار، وهو ده الاهلي بقى انقل. فبهدوء جدا من غير ما حد يحس، في نفس اليوم بعد الظهر اتفاوضنا على محمد شريف وخلصناه بصفقه هايله 8 مليون واثنين لو لعب 10 ماتشات، بنص عنتر يعني، بنص اللي كان مطلوب في عنتر تقريبا يعني، و2 مليون لو لعب 10 ماتشات دوليه و و و والناس قالت مين محمد شريف ده؟ بالمناسبه عشان اقول لك كرولوس وعدل القيعي وجاب مش عارف ايه. انا في اليوم اللي جه في عنتر كان في صفقه تانية خلصت في النادي الاهلي، ما علمش عنها حاجه، مش ما كنتش اصلا كانت في الناشئين مش تبعي خالص يعني. فاللي عايز بقى يحذف كلام هو كرولوس ده ناشئ وجاي على 3 سنين ما حققش التوقعات منه، هذا اللي انا بقوله. هل محمد شريف لو جايب توقعات عاليه جدا ما كان من اول سنه الناس هتقول لك فاشل ومش فاشل؟ لكن هو الناس كانت جايبينه ليه؟ اتقال انه سريع جدا، هادي جدا على الجون، هداف، على خلق، على طموح، هو ده الخامه بتاعت النادي الاهلي. لما راح وعبر عن نفسه، وعلى فكره قبل ما يطلع حتى لعب له 4 5 ماتشات ما فيش ماتش ما هدفش فيه مع النادي الاهلي يعني، وجوانه مش سهل الممتنع زي حبيبك محمد رمضان. فقاعدين يعني نقيم الناس انها في الاخر لعيبه كويسه، عندها قدرات عاليه، نسب النجاح عاليه، لكن في نسب فشل. ايوه، عايزين نتعامل في لحظه الفشل بهدوء جدا، بمسؤوليه بمسؤوليه. حتى انت لو انت قعدت تقول له ولا يهمك ولا يهمك، لا ده ضغط. لا طبعا، لا تجاهل. تجاهل الفشل. لكن تجاهله ايه في الاعلام؟ لكن في الحجرات بقى يقعد موسيماني يقول له انت ايه فيك ايه؟ الغلط والصح ايه؟ انت اصلك انت تتصرف بهدوء، مالكش دعوه بحد، احنا واثقين فيك. يتعامل معاه. وبفكرني مره اقول لك الضغط دي اللي جاب لي صاحبه هديه وجزمه وبعدين نحكيها في وقت تاني. مره ليها ارجع لك بعد الفاصل. بعد الفاصل لازم ارجع لك اشوف هي الهديه دي. في فلسفه عاليه جدا. انك ممكن تضغط على واحد ازاي وانت بتهديه. طيب، الرباعي الكورونا الحمد لله خف، قفشه واكرم وكهربا ومحمد هاني وانتظموا ودخل القائمه باستثناء هاني اللي الجهاز شاف ان هو يريح، لكن كمان عمرو السوليه النهارده عمل مسحه في انتظار نتيجتها، ويا رب ان شاء الله تطلع سلبيه ويدخل. طاهر اتمرن ودخل القائمه كمان. بواليا انتظم في التدريبات وشفته لحظاته الاولى للاهلي وسمعته نصيحه المهندس عدلي القيعي ليه، لكن كمان حكام المباراه الاتحاد الافريقي اسند اداره مباراه الاهلي وسنديب المغربي الى طاقم تونسي بقياده محمد يسري بن محمد المهدي، بيساعده ايمن بن سالم اسماعيل وفوزي بن عامر الجريدي، والرابع محرز المالكي والمراقب من السودان الشقيق عامر عثمان. الاجتماع الفني للمباراه تم التاكيد على انه الاهلي هيلعب بالزي التقليدي بتاعه، الفانيلا الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر، والبطل النيجر هيلعب بالزي الازرق الكامل، الفانيلا والشورت والشراب الابيض. دي مباراه في دور ال 32، مباراه العوده. سريعا هقول لكم ملامح الدور ده ايه، لانه خلاص اللي هيتاهل من الدور ده هيدخل دور المجموعات. ال 16 فريق اللي هيتاهلوا هيتحولوا الى 4 مجموعات في دور المجموعات، كل مجموعه فيها 4 عشان يتاهل اول وثاني كل مجموعه لدور الثمانيه. الاهلي بكره بيلعب سنديب بطل النيجر، سان داونز بيستضيف جالاكسي البوتسواني، كانت مباراه الذهاب سان داونز كسب 2-0 يعني عنده فرصه للتاهل. بلوزداد الجزائري بيحل ضيفا على كينيا عشان يلعب جورمايا، وكان بلوزداد فاز في الذهاب 6-1 يعني عنده فرصه كبيره. أمير سعيود بالمناسبة لاعب الأهلي السابق بيلعب في شباب بلوزداد الجزائري وسجل 2 من الأهداف 6. الرجاء المغربي بيستضيف ثونجيت السنغالي، كان تعادله ذهابا في السنغال 0-0 يعني الرجاء عنده فرصة للتأهل.
اول اغسطس الانجولي بيستضيف كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا، وكانوا تاهلوا او تعادلوا في الذهاب 0-0. يوم الاربعاء هقول لكم سريعا الفريق اللي هيلعب في ملعبه، الهلال السوداني هيلعب مع كوتوكو، وكان كوتوكو كسبان 1-0. انيمبا النيجيري او الهلال كان كسبان 1-0. انيمبا النيجيري هيلعب المريخ السوداني، وكان المريخ فاز 3-0. الوداد المغربي هيلعب الملعب المالي، الترجي التونسي هيلعب اهلي بنغازي كان تعادله 0-0. بترو اتلتيكو الانجولي هيلعب نكانا الزامبي، نكانا ريدفيلز في زامبيا، ده الفريق بتاع والتر مواليا، كانت النتيجه الذهاب 1-1. سيمبا التنزاني هيلعب بلاتينيوم زيمبابوي، وكانت النتيجه في الذهاب 1-0. حورية الغيني مع ريسنج كلاب الايفواري، وكانت النتيجه 1-1. مازيمبي الكونغولي مع بونجيدي الجابوني، وكان مازيمبي فاز 2-1. ده معناه ايه؟ معناه انه الكبار كبار تقريبا دور ال 16 هيبقى ضرب نار، كل الكبار عندهم فرص للتأهل، اذا كان الهلال، اذا كان المريخ، اذا كان شباب بلوزداد، الرجاء المغربي، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، هتشوفوا الزمالك طبعا سبق التأهل لانه الفريق اللي كان هيلاعبه اعتذر ما جاش، بطل تشاد، فتأهل الزمالك مباشرة. الدور اللي جاي دور قوي جدا، لكن خليني يعني افكرك بكأس العالم للأندية ان شاء الله في شهر فبراير، الاهلي بيحل على كأس العالم للأندية في الدوحة. الفيفا اعلن اسماء حكام البطولة، اختيار 7 حكام ساحة و12 حكم مساعد لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، إلى جانب 7 حكام آخرين لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو في هذه البطولة. من الحكام العرب طبعا مفيش حكام مصريين للأسف كان خالص، لكن في محمد عبد الله حسن حكم الساحة. يعني انت مشارك، فريقتك مشارك، فمش هيختار حد من مصر. لأول مرة البطولة بيظهر فيها حكمة برازيلية، يعني سيدة محكمة هتدير في هذه البطولة، ودي لأول مرة، وده امتداد لتجربة الفيفا لما في كأس العالم تحت 17 سنة كان ادى التجربة ديت ان في محكمة تدير مباريات الشباب. دلوقتي في كأس العالم للأندية احد الطواقم طاقم من حكمة برازيلية. والله دي تقليع بقى استاذ ابراهيم بصراحة، مش قادر افهم، ما تحكم في الكرة النسائية، ايه الموضوع ده؟ يعني ايه رجاله وبتاع ويخبطوا وقعوها وتخبط، ويعني ازاي يعني محرجه؟ لا السرعات والقوه الحاجات دي ما يعني بس إيه؟ ما هو الفيفا مش هيعملها الا اذا كان نجحت يا عم. يعني افرق، ما هي نجحت لان بيبقوا عاملين حسابهم اللعيبه مش على راحتهم برضه، هم بيجروا مش هيخبطوا فيها. لكن ده كلام مش ملوش معنى. يعني بتثبتوا ايه يعني؟ مفيش فرق، لازم يبقى في فرق، مفيش حاجه اسمها مفيش فرق بين الراجل والست الا في الحقوق والواجبات. انما الفروق الفسيولوجيه لازم تكون موجوده. طيب خلال يومين الفيفا هيستقبل من كل نادي مشارك 28 لاعب، على انه قبل بدايه البطوله بثلاث ايام او اربع ايام هيتم تقليص العدد ل 23. يعني كل فريق هيخش البطوله ب 23 لاعب، دلوقتي 28 هيقلصهم ل 23 قبل البطوله بثلاث ايام، اثناء البطوله ولغايه قبل المباراه ب 24 ساعه اي لاعب تثبت اي ظروف مرضيه بالنسبه له بتقرير طبي يحق للفريق ان هو يستبدله، بس يجيب واحد من الخمسه اللي تم استبعادهم. يعني الخمسه دول هيكونوا على قائمه انتظار البطوله بحيث انه يقدر يستبدل منهم قبل المباراه ب 24 ساعه، والفيفا بينزل القوائم بتاعته على الموقع الرسمي للبطوله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ما تنسوش اسال المهندس عدلي على ايه الهديه والقصه اللي كان عايزه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كاميرا الاهلي جايباكم من على بوابه النادي لغايه لما وصلنا للاستوديو عشان تعيشوا معانا اللحظه بكل تفصيلاتها من بوابه النادي حاليا لغايه الاستوديو. يا باشمهندس مبروك يا سيدي، عمال ما اجيبوا الملعب من هنا، عقبال ما نزعها وان شاء الله من الملعب. ان شاء الله. قول لي كنت عايز تقول ايه قبل الفاصل، ايه الهديه؟ لا ده هي حاجه كده يعني طرفه بس فيها فلسفه. واحد قابل واحد صاحبه لقاه زعلان قوي. يا ابني مالك في ايه بتاع؟ قال له حسين صاحبنا يا اخي جاب لي هديه في عيد ميلادي، جاب لي جزمه. وطول ما انا لابسها وماشي خلي بالك من الرصيف، ما تشوطش الطوبه، حاسب البلاعه، مش حاسس ان انا يعني هو خانقني يعني. قال له ايه ده ارميها له. جايب لك انا واحده بدل.
راح تاني رام الجزمة وجاب له واحدة تانية قال له جزمتك وانت حر فيها شوت يا عم زي ما يعجبك ولا يهمك. ما هي نفس الضغط وهي نفس هي الفكرة دي. انت يعني انت كتر خيرك بحسن نية جبت بس ما تضغطش عليا وتركب في منافسي عشان جبت لي هدية. هي قصة بقى انك انت يجيلك حد تتعامل معاه ازاي. انت بتقول لي انا نصيحة بوليا بقى هلخصها لك في كلمة. اوعى تفتكر انك جاي تبقى نجم في النادي الاهلي، عندك مشوار طويل قوي عشان توسع لنفسك وتثبت وجودك حتى لو لعبت بسرعة. مش معنى كده انك انت بقيت النجم. انت بقيت دلوقتي محطوط تحت الايه التجربة. بإذن الله تبقى انت بترضي طموحاتنا بس عايز منك شغل وتواضع والناس تحبك ازاي. شوف الناس كلها قابلتك ازاي. خليك على قدر الحب. على قدر الحب نتمنى ان شاء الله. طيب ده كانت نصيحة المهندس عدلي الولتر بواليا، لكن في كلام كتير جدا في الغربال. لماذا هو مختلف؟ هو الأهلي مختلف كده ليه؟ فاكرين الحلقة الماضية جبنا لكم ردات الفعل العالمية على تتويج الأهلي باللقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط بالبطولات ونادي القرن الجديد. الأهلي مش مشغول بالماضي، الأهلي بنى الماضي وبنى المجد وخد نادي القرن في أفريقيا، لكنه شغال في الحاضر، شغال في ترتيبات المستقبل. 20 سنة فاتت من القرن الجديد، الأهلي نادي القرن وفقا لكل القياسات اللي تمت حتى الآن ووفقا لعدد البطولات وكل المعايير، سواء في النقاط والحسابات الاتحاد الأفريقي بنفس المعايير بتاعت القرن الماضي أو بعدد البطولات اللي جايزة جلوب سكر ادت للنادي الأهلي هذه القيمة أفريقيا وفي الشرق الأوسط. ليه الأهلي مختلف؟ حبينا نشوف زاوية من برة. احنا هنا كله حاسس قيمة الأهلي وكله عايش قيمة الأهلي وكله فرحان بالنادي الأهلي. طب هو الأهلي ده انت تراه مختلف ليه؟ انا عدلي؟ لا انا تربيت وعرفت اسباب اختلاف. عارف اسباب اختلاف طبعا. طب انت يعني لما اللي كانت بتلخصها الاهلي فوق جميع مصالحنا. فوق كل مصالح ولاده. ما فيش حد يقول انا عملت. الاهلي هو اللي عمل. التيم وورك والعمل، وما حدش يقول انا عملت ولا دي كانت فكرتي. ما فيش الكلام ده. مجلس اداره ممنوع انك تكتب وتقول فكره فلان او اخترع علان او وافق فلان او اعترض. ما فيش الكلام ده. التيم وورك، الفريق، النجم هو الفريق. بس. طيب الأستاذ الدكتور عادل علي عمر ده راجل يمني، عرضنا لكم وجهة نظره قبل كده، لكن الراجل حب يكتب لملك وكتابه خصيصا رؤية ليه الأهلي مختلف، ليه الآخرون شايفين الأهلي مختلف، الأشقاء العرب ومحب النادي الأهلي في كل مكان برا حدود مصر شايفين زاوية التميز فين بالظبط. فكتب بيقول: منذ قرن وعقدين من الزمان ومع إطلالة كل فجر جديد ما زال وسيظل السؤال الأبدي يتدفق كتدفق مياه النيل، ويتسع اتساع البحر الأبيض المتوسط، ويقترب رويدا رويدا من نجوم السماء، وكاد أو يكاد أن يملأ الكون شغفا لا ينتهي وعشقا لا يتوقف، وجماهيرية تتعاظم، وتاريخا يتجدد، وجغرافيا تتمدد، وكذلك حسد قد لا ينتهي. لماذا الأهلي نجم شباك الرياضة المصرية بلا منازع؟ لماذا الأهلي نادي القرن الأفريقي بلا منازع؟ لماذا الأهلي يعلم أندية العالم كيف تغزل من أصالة وثوابت ماضيها كبرياء حاضرها ومجدها المضارع؟ ولماذا الأهلي مؤخرا وتحديدا في 27/12/2020 فاز بجائزة نادي القرن 21 أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في منطقة الشرق الأوسط؟ وفي المجمل ودون الخوض في التفاصيل الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة إلا بمجهر إدارة الأهلي الإلكتروني، فإن السؤال المتشعب وطنيا ورياضيا والثابت قيما ومبادئا والمتجدد تطويرا وفروعا والمتزايد جماهيريا وأعضاء والمتنقل محليا وعربيا وإقليميا والمستوطن في قلب كل محب والمحفور في ذاكرة كل جيل والمتوارث في وصية كل عضو والمنطقي في عين كل محايد والصعب في نظر كل منافس والمستحيل في إجابة كل حاسد والمتمثل في كل ما سبق، لماذا الأهلي الأول؟ هو بيثبت بعد كده أسباب بعضها يخص الجمهور. بقولك تأتي الإجابة عليه ببساطة في 3 نقاط موجزة
تستحضر احداث وعوامل. اولا جماهير واعضاء ومحبي الاهلي داخل مصر وخارجها، والذين يتزايدون كما يتزايد تعداد العالم. يعني هو يعني علق لي على كل نقطه، هو يتحدث عن جماهيريه الاهلي واعضائه. طبعا جماهيره ده النقطه. تعودت على الصح والغلط. لدرجه انها بتضغط على الاهلي نفسه بهذه الثوابت. يعني بيجي لها وقت، اصل احنا ما بدأنا ما بتقولش، اصل احنا قيمنا، هي بتتوقع النادي الاهلي ده ما لا يعني ما ينفعش يتعمل فيه حاجه غلط. بس هي المشكله ان عندما يصبح الامر نسبي، كل واحد يرى الصح والخطا من زاويته. فاحنا عايزين نأصل الموضوع، انا صاحب القرار، واللي عايش في السيد ده فهو اللي عارف الطريق الصح والطريق الغلط وطريقه السواقه الصح وطريقه السواقه الغلط، ونحاسبه على ادائه. يعني دي الجماهير. طيب التاريخ، الدكتور عادل علي عمر اللي هو الاستاذ بجامعه التاريخ زمار اليمنيه، الجماهير والبطوله. النقطه المهمه جدا اللي المهندس عادلي اشار ليها دلوقتي يراها الدكتور، تاريخ الاهلي منذ نشاته في السابع، يعني هو يرى ان تاريخ الاهلي بهذه القيمه الحاضره جدا بيمثل داعم قوي لحاضر الاهلي. ليه بقى؟ ايوه، مفيش تناقض. مش هتلاقي فتره كان بيتعمل فيها كذا دلوقتي بيتعمل حاجه تانية. ايوه، مفيش تناقض، بيقود هذا التاريخ الحاضر الثوابت. وبيقود الحاضر التاريخ. ايوه الثوابت. اذا انت مش ماشي عشوائي، انت متربي صح. ايوه، انت في العيله اللي معلمك الصح والغلط. انك اعمل كذا، انك ما يصحش تاخد حاجه مش من حقك، انك انت لازم تحترم المنافس، انك انت لا تخطر عند الفوز ولا تنكسر عند الاخفاق. انت متربي عارف يعني ايه رياضه. وعارف يعني ايه الصح والغلط، وعارف ان المبدا اهم من النتيجه. كل الحاجات دي يا استاذ ابراهيم ما هياش لبانه بتتندغ وتترمي لما سكرها يروح. لا، ده اجيال بتسلم بعض بالمفهوم الصحيح. بالتربيه الصحيحه. انت تطلع تلاقي صالح سليم يلاقي التيتش، والتيتش يلاقي جعفر والي، وبعدين احنا نيجي نلاقي كابتن صالح وعبد العزيز الشافعي وكمال حافظ واخرين مش عايز، والفريق وكله ماسك في ثوابت النادي في الخط ده. في الخط يجي كابتن صالح يلتزم، يجي كابتن حسن يلتزم ويضيف من عنده، بس في سياق الاطار العام. يجي كابتن الخطيب يلتزم. عشان كده عندما لا يحدث الالتزام كلنا بنتخض وبنتكلم وبنسمح ان يستمر عدم الالتزام بالقيم والثوابت والتاريخ. والذي لا يعترف ان النادي الاهلي له قيمه الخاصه وتقاليده الخاصه ما ينفعش يبقى اهلاوي. ويبقى الاهلي باللقطه اللي انتم شايفينها ديت، ده وضع الاهلي حاليا، اللي هو يجي مجلس الاداره الحالي يجدد ويطور ويعمل كل الاسوار ويعمل هذا الشكل الجميل لهذا التراث الكبير. لا، ويكمل. ويكمل. ولا يتباهى. وما يقولش للناس ان انا مش عارف عملت ما لم يفعله الاخرين. انا بكمل في سكه، وطبيعي ان انا طموحاتي علشان الناس تقارني بالاخرين اعمل اكتر منهم. واسيب طريق ممهد للي يجي بعدي يعمل اكتر مني. واذا لم يتطور الاهلي ويتطور طموحه، دي الكاميرا بتاعتنا دلوقتي رايحه على الاهلي. جايه من الاهلي. المخرج بقى هيودينا كتير. انت هتقعد بقى، هنروح البوابه كتير. طيب، وهو ودي فكره بقى اللي انا بقوله. ايوه، انت بتستلم وبتطور. ايوه، انت قاعد هنا على ضفاف النيل وخلفك الاهلي. طب يفكروا يجيبوا كاميرا عشان لو في حاجه في النادي الاهلي عايز ترصدها دلوقتي، ليك واحد صاحبك مستنيك تطمن انه قاعد مستنيك. فيعني طيب الدكتور زي ما قلنا من هذه الزاويه، الدكتور عادل علي عمر الاستاذ بجامعه زمار اليمنيه، زي ما رصد ليه الاهلي مختلف، قال لك جماهيريه تفوق اي نادي في اي مكان خارج حدود وطنه. رقم اثنين، وزي ما المهندس عادل فسرها، تاريخ فيه من تراكم المواقف والدروس والتجارب اللي تحولت الى دستور بينظم حركة النادي ويستشرف مستقبله ويلزم أبنائه في كل الأجيال وفي كل العصور إن هم يشتغلوا زي الأجداد ما اشتغلت. زائد ثالث محور بقى، البطولات. البطولات، إنك أنت تسبق أندية العالم في عدد بطولاتك فوق 140 بطولة. ده في كرة القدم. محلية وإقليمية لكن عندك بطولات. السنه دي احنا رصدنا 400 455 بطوله رياضيه في سنه واحده. اذا حجم اسهامك
في الحياة الرياضية المصرية. بالتوازي انت بتصرف على النشاط الرياضي قرابة 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه. طبعا امال النجاح ده عشان تطلع كل الابطال اللي في كل الالعاب. اعطيني ملعبا اعطيك بطلا، عشان تعطيني ملعبا وتعطيني مدربا لازم تصرف وتجيب لي افضل الظروف وتنتقي افضل العناصر وتعيشهم في احسن مناخ. فالاهلي كل سنه الاضافات دي طبعا لازم الناس اللي ما شوفش من الغربال هنا يبقى ايه. لا طيب الدكتور عادل شاف من الغربال واختتم هذه المقاله المهمه جدا برؤيه هقولها لكم علشان هناقش المهندس عادل فيها. بيقول من خلال تلك النقاط والشواهد والارقام التاريخيه وبعين انصاف المنافس قبل المحب ومبدا الروح الرياضيه لجماهير الخصوم قبل جماهير النصر الاهلاوي وبالضمير الحاضر وليس الغائب وباستحضار العقل والقبول بالمنطق ومصارحه النفس وعدم الهروب للامام عبر مسالك التبرير والتشكيك والتخفي بارتداء عباءة المظلومية، هل ما زال هناك رياضي أو إنسان على وجه الأرض لا يعلم لماذا الشمس تشرق ولماذا القمر يطل ولماذا الأهلي الأول؟ طيب بلاغة بقى بيختمها بحتة بلاغة وفي ناس يعني بيشوفوا ان دي يعني في نوع من الزهو الجامد، وهو كل إنسان من حقه يزهو شيء جميل. لكن مؤكد ان النادي الاهلي فيه الصفات دي. هي مش صفات تختلق. ما زي لما كنت بقول لك الاهلي ما يحبش ياخد حاجه مش من حقه. ايوه. ها؟ ما تكلمنيش بقى على ماتش وضربه جزاء ومش عارف ايه في سياق غير مؤثر يعني. ايوه. لكن كلمني على العموم. النسخ ما اروحش اتخانق خناقه على حاجه ممكن بالعكس النادي الاهلي كثير ما تنازل عن بعض الحق امام اخرين عشان ما يعملش مشاكل كبيره. زائد بقى كل ده بيحطنا في ايه بقى استاذ ابراهيم؟ الالتصاق مع اهداف الدوله. ايوه. الالتصاق باهداف الدوله. ايوه. ان انت بتعمل كل ده عشان تعمل حاجه تشرف بلدك وبلدك تشعر ان انت الابن البار. انت مش بتاخدها عشان تتعالى، انت مش بتعمل كده عشان تقول انا بره السرب ومحدش يجي ناحيتي. لا، أنا بكل تواضع أنا ترس من تروس الدولة أخضع لمعاييرها وأخضع لرقابتها وأخضع لالتزامها. أنا جزء من كل لالتزامها الدولي طبعًا والإقليمي طبعاً. أنا أهدافها العامة أنا أريد أن أحسن تمثيلها وأن تفخر بها هذه الدولة. أيوه. أنا في سياق أهداف هذه الدولة. هو ده الأهلي، هو ده في الأهلي، هو ده الأهلي، وهي دي قيمة الأهلي يا جماعة. لأنه اللي حصل الأسبوع اللي ماضي والمهندس عدلي بيركز ويأكد على جزئية دور الأهلي الوطني، دور الأهلي كواحد من أهم روافد القوة الناعمة المصرية. وأنت عايز تقول لي إن لما الكابتن الخطيب يقف رأسا برأس كتفا بكتف مع كريستيانو رونالدو ومع رئيس نادي ريال مدريد، إحنا بنتكلم على لقطة العالم كله بيتكلم عليها، بيتكلم إن ده الأهلي المصري، بيتكلم إن ده النادي الأهلي المصري، بيتكلم إن هذا النادي وصل قيمته في مجتمعه وفي وطنه وفي محيطه ان يكون كتفا بكتف مع عظماء العالم واساطير الكره في العالم. هي دي مصر، وهو ده تشريف مصر، وهو ده تمثيل مصر، وهو ده دور النادي الاهلي. وجود الاهلي معناه ان مصر كانت حاضره في هذا الحدث المهم وبقوه، وحدث ووجود محترم يحترمه الاخرون، ويطلع الراجل يتكلم بشكل في احترام. صحيح. في شكل ما هوش بقى الفرحه مجنناه ومخليه لا، وقور متماسك، عارف دوره، عارف ان ده حجمه، مش منبهر، بالعكس حاسس ان دي مسؤوليته، يدرك قيمه النادي، حاسس ان دي مسؤوليته، ان عليه ان يحافظ على هذا ويقترب اكتر، انه يبقى رقم واحد على العالم، مش أيوه. مش في جزء من العالم. أيوه. هو رقم اثنين على العالم، لكن عايز يبقى رقم واحد على العالم كما كان، هو بيتارجح في هذا المكان. ايوه. عشان كده بنقول ليس تعاليا ولكن اعتدادا بالنادي الاهلي. اعتدادا بالنادي طبعا الأهلي. طيب وبرضه اعتدادا بالنادي الاهلي وقيمته، يكتب الكاتب اليمني ايضا المبدع الصديق محمد العوالقي في موقع توفا، يعني احنا بنتكلم على مواقع مش مصريه، يتحدث عن الاهلي المساله يا عزيزي جينات، وبيرصد محمد العوالقي الجينات الوراثية في أبناء النادي الأهلي وكيف أنهم مختلفون وكيف أن جيلا بعد جيل
بيحقق كل هذه البطولات عشان يصل الأهلي إلى هذه المكانة. أيضا الاهتمام بولتر موليا بقى بعد توقيعه للنادي الأهلي، هقول لك بعض عناوين حواره الصحفي الأول يا باشمهندس. وولتر بواليا بيقول لك قادر على مواجهة الضغوط، واللعب تحت قيادة موسيماني أمر رائع. شايف إنه من حسن الطالع إن يجي وولتر بواليا والأهلي عنده مدرب في متابعة معاه يعني. بيقول قميص الأهلي مسؤولية كبيرة وأنتظر دعم الجماهير، وده اللي قاله المهندس عدلي في نصيحته ليه. تلقيت الكثير من العروض داخليا وخارجيا لكنني فضلت الأهلي. ودي مسألة دايما وأبدا بنقراها مع كل لعيب يجي، والناس تتعامل معاها كما لو كان ده نوع من تدعيم الصفقة الجديدة. الشيء الطبيعي ان اي لاعب هتتعرض عليه عدة عروض ربما في الظروف الطبيعية بيختار الافضل، فبيختار الاهلي. لو اختار اي اختيار تاني ده حقه برضو، محدش بيحجر على اختيار حد. لكن ده جيرالدو معاه برضو لقطة كويسة، انما الراجل جاي من الدوري المصري، موجود في الجونة من السنة اللي فاتت، فعارف قيمة الدوري، عارف تفاصيل الدوري المصري. لما يجي للنادي الاهلي هتبقى عنده هذه الخلفية المريحة ليه انه يبدا من الشتاء يتاقلم ان شاء الله. بيقول علاقتي المتميزة مع لاعبي الاهلي تساعدنا على الانسجام سريعا. بدات مسيرتي ظهيرا ايسر، وكنت اتابع الاهلي من زامبيا. كويس، هو الاهلي اسم كبير واصل لزامبيا طبعا، ولعب الاندية الزامبية كتير. ايوه، فمؤكد انه كان يسمع النادي الاهلي. عايزينك بقى ايه، نخف بقى شويه من اللقاءات، خف من الحديث، خلاص اتقدمت، ركز في الملعب، ما تبينليش اي حاجه. شفناه في البيت الكبير مع كابتن هاني رمزي وال في بيته الكبير هنا مفهومه. قال لك القضيه ممكن حفظوه، سهام حفظته القضيه ممكن. يعني برضو يعني انا اللقطه اللي فاتت دي عجبتني جدا. هو جاي يعني كل الناس عارفه انه على حساب جيرالدو، ففي اللقطه جيرالدو بيرحب بيه. ايوه لقطة كويسة. بمناسبة الأهلي يقيد بواليا على حساب جيرالدو، عايز أتكلم هنا. أيوه. لأن أنا بقالي مدة بسمع في وكيل تونسي بيتكلم باسم جيرالدو، وأعتقد أنه له دور سلبي جدا في موقف جيرالدو الغير منطقي بطريق غير مباشر. لأن هو في حقيقة الأمر، انا لما رحت اجيب جيرالدو حاب يزق نفسه في الصفقه باي طريقه، انا فاكر لحد ان انا خليت جيلبرتو قبل ما اسافر يكتب لي جواب مين وكيل اللاعب عشان اتعامل معاه. فهو بيكلمني وانا في المطار، قلت له ده انا مسافر له، قال لي ما قلتليش ليه، قلت له اقول لك ليه. الراجل بعت قال لي انا وكيل فلان الفلاني. قال لي طيب انا بقى هعمل وعطل الصفقه وانا هاجي لك. قلت له تعالى اهلا وسهلا، إذا الراجل قابلك وقدمك ليا انك انت وكيله هتعامل معاه، ما عندناش مشكلة. انما الوكيل هو اللي بيحدده مش انا. هو وكيل اللاعب مش وكيل هو قال لي انا وكيل فلان الفلاني. خلاص، وده راجل تبعه وبتاع، طبعا لا جه ولا راح. بس بعد ما رجعنا قعد يرغي ويلف في الفضائيات ويعمل، ودلوقتي مؤكد هو بقى دلوقتي بيعمل ايه؟ نفس الشيء، وبيتكلم وبياخد قرارات بالنيابه عنه. احنا هيبقى لنا دور بقى، واصله مش هيمشي غير لما ياخد كذا وكذا وكذا، وقد يكون له تأثير. بس أنا كنت حريص جدا يا كابتن سيد، هو الراجل ده ممكن يكون مضاه جيرالدو أو مضى معاه جيرالدو نتيجة الظرف ده وقال له مالكش دعوة أنا هجيب لك اللي ما فيش حد غيري يجيبه له. قال لي لأ، قلت له بس اسأله ورد علي. قال لي هو أنا سألته وحدد إن له وكيل أعمال برازيلي. أنا أرجو بقى الإعلام ما يفتحش صدره لهذا الرجل، لأنه مش مظبوط انه يتدخل في حاجه بيخرب فيه. بيحاول يبقى له دور فيها. وده شغل اللي بعض الناس مش فاهمه يعني ايه دورها. يعني انا ارجو ان يبقى في شكوى، لو هو مش يعني لو في شيء كتابي بقى انه ما يطلعش ان وكيله، يبقى في شكوى على الراجل ده بيطلع يتكلم ليه بيعمل كده. وارجو برضو الاعلام ما يتعاملش معاه بترحاب قوي. يعني هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم جديد. شفنا قبل الفاصل الغربال، وشفنا لماذا هو مختلف، وشفنا رؤية الآخرين للنادي الأهلي من الخارج، ليه الأهلي مختلف وإيه أسباب تميزه. لكن هنا وباستمرار بنحاول نناقش كل حاجة اتقالت بعظمة لسانه، الفار والعار.
وقبل ما ندخل في حدوته الفار وما دمنا بنتكلم عن بعظمه لسانه، عايز اقول لكم على حاجه. الحلقه اللي قبل اللي فاتت المهندس عدي كنا بنتكلم على علاقه الاهلي بالسلطه، وليه الناس بتطلع تتهم ان النادي الاهلي بيتجامل وانه الحكومه بتجامل النادي الاهلي، وده كان بمناسبه الكلام على ملاعب المباريات وتاجيل المباريات او تغيير الملاعب لاسباب امنيه. فالسياق اخذ الحديث في اكتر من اتجاه. المهندس عدلي اتكلم على النادي الاهلي دايما بياخد حقوقه لانه بيتكلم بمنطق ولانه ليه وضع مشروع مش اكتر من حجمه، واستشهد بكده بما كان يحدث في عهد الرئيس الاسبق الرئيس حسني مبارك لما اشار لجزئيه انه كانوا اركان الحكم وقتها حتى على راس الاداره الرياضيه في الوزاره قيادات زملكاويه باستمرار، ثم اشار الى انتماءات. طلع حد كتب على تويتر انه المهندس عدلي القيعي بيقول الرئيس مبارك كان زملكاوي جدا وانه علاء مبارك زملكاوي جدا، فراح معلق الاستاذ علاء مبارك وعلق تعليق فيه من الاتهام قبل ما يكون فيه من تقديرنا لشخصه ما يستوجب ان احنا نقف عنده، لانه الراجل قال لو صح ما قاله عدلي القيعي عني او في الكلام ده فهو كذاب كبير وكبير. لا كذاب وكبير، فالكلام جارح جدا. واحنا تقديرنا للاستاذ علاء مبارك انه راجل وقور ومحترم وعلى المستوى الاخلاقي حد له قيمه وله تقديره، عشان كده بنفكره يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما يبقى على تويتر اتهام بسب معلق ملياش دعوه برضه ان انا قلت لو صح اللي قاله، ما هو الاول اتبين هو قال ولا ما قالش، لانه ما كانش صح ابدا اخلاقيا انعت حد كبير بقيمه المهندس عدلي القيعي بلفظ زي ده واقول ده لو كان صح. لا، لو ديت كان يجب التثبت فيها قبل ما اقول هذا اللفظ. لكن علشان يكون المهندس عدلي القيعي وملك وكتابه الاستاذ علاء مبارك مدين بهذا الاعتذار اخلاقيا، هنسمعه وهنسمعكم إذا كان المهندس عدلي قال إن علاء مبارك زملكاوي ولا لأ. هنرجع نشوف النص اللي اتقال فيه هذا الكلام في حلقة الأسبوع قبل الماضي، نشوف. أنا شفت في بعد ماتش السوبر ولا كان لسه قبل السوبر، كان كابتن جوهري ماسك وكسب بطولة، يبدو إنها كانت بطولة أفريقيا، و الله يمسيه بالخير الأستاذ جمال مبارك عمل في تكريمه لنادي الزمالك، اليوم أنا كزملكاوي متعصب. انا هحكي لك بقى باللقطه عشان ما كان قاعد كده ما حدش كان يعرف يا لسه هويه اهتمامه. عزمهم في احد الفنادق في الزمالك، قاعد بظهره كده جاله المقدم البرنامج استاذ جمال ايه سر اقامتك لهذه الحفله؟ راح متضير قال له انا كزملكاوي متعصب. اعلى يعني حازم الهواري يستطيع ان يتفوق على نفوذ علاء مبارك اللي رئيس شرف الاسماعيلي وجمال مبارك انا اهلاوي متعصب، وطبعا ربنا يديهم الصحه جمال ومدام سوزان اللي اكثر من مره قالت احنا كلنا في البيت زملكاوي ما عدا رحمه الله عليه الطفل. فما تجيش تقول لي ان حازم الهواري صاحب نفوذ اكثر من كل دول اللي كان بي 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 يعني ما فيش قضيه للنادي الاهلي قدر ياخدها في اتحاد الكوره. باشمهندس الكلام كان واضح وصريح جدا، وحتى لما المهندس عدلي اشار قال لك الاستاذ علاء مبارك وهو رئيس شرف النادي الاسماعيلي، لكن لما قال الاستاذ جمال مبارك على لسانه اللي هو قاله كانتماء للزمالك كان اقرار بواقع، ما كانش كذب يا استاذ علاء. هوني بس يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع لانه يمسني ومش شايف ان من الفروسيه ان انا ارد دلوقتي على الاستاذ علاء مبارك في الظرف. ها واحد غيري يقول لك لو كان الظرف هتقدر ترد ما تردش. هو انت طالما عندك حق ما انت هتوضح. انا أيه. اولا يعني انا احترم جدا الاستاذ علاء الاستاذ جمال، لكن انا قلت اللي حصل ده تلفزيون. استاذ جمال اللقطه كانت متصوره
مدام سوزان في افتتاح المكتبه، وكان الاستاذ ابراهيم المعلم والكابتن حسن حمدي وهشام سعيد واعضاء مجلس الاداره واقفين، وقالت كده، قالت ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي، وبصت على حمام السباحه قالت لا لا ده نجيب حفيدي بقى يتمرن هنا، ده حفيدي ده الاهلاوي الوحيد وكلنا زملكاويه. والاستاذ علاء جاب ابنه كان لاعب في قطاع الناشئين في الاهلي، يعني عايز اقول ايه هي طب افرض ان انا يعني تهيأ لي وده مش حقيقي، انا قلت الكلام بناء على كده، وانا قلت استاذ علاء رئيس شرف النادي الاسماعيلي يعني ده واقع وفي هي دي تهم هي إطلاق. دي حاجه زعل إطلاق. انت ليه معتبر ان انا لما اقول لك انت زملكاوي ولا انت مش إن دي حاجه محتاجه انك تشتمني، انت تقول لي وقفت يا اخي او يا اخي والله انت لا كده ما ظلمتني بالك. او مش الناس واخده عني فكره ده انا مش عارف محايد، لا ده انا طلعت اهلاوي ايه الناس بتاخدها على سبيل الدعابه وعلى سبيل اقرار امر ما يضايقش حد، يعني واحد يقول لي انا اهلاوي اقول له بطل كده يعني مش معقوله. وبعدين الحقيقه انا بقول لك يعني ازاي طوعته ثقافته ومكانته انه يرد بالطريقه دي، يعني هو احنا لو قلنا لو الاستاذ علاء قال كده يبقى كذا 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 تبقى شطاره، يعني انت يا استاذ علاء لك احترامك وانا بقول لك اهو ادي اللي الباقي مفيش. وبعدين انت اصلك ما تعاملتش معايا، انا ما بكذبش مش محتاج اكذب لاني اكذب ليه، ودي موضوع زي ما قلت لك موضوع ما يضايقش حد ومش مفروض يضايقك ان اقول عليك انك اسماعيلاوي او زملكاوي، بالعكس تقول افتخر. ولا حتى على فكره احنا قلنا حاجه جديده، حتى الاخوه في الزمالك بيرددوا ده دايما وابدا على سبيل السعاده والفخر بانتماء هذه العائله لنادي الزمالك، والاسماعيلي بيتحدث دايما وابدا بسعاده وفخر ان الاستاذ علاء مبارك رئيس شرف النادي الاسماعيلي، وده معلن. ولو عايزين نفكر هنفكر بكثير من الاقلام والاصوات الزملكاويه اللي تحدثت عن هذا الانتماء، واخرها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هفكرك لما اتكلم على نفس الحفله اللي اشار اليها المهندس عادل القيعي اللي مش كذاب يا استاذ علاء. كان في ماتش مصر زمالك بيلعب في نهائي افريقيا بره، كنا قبل الماتش الاولاني هنا وماتش النهائي بره، فكنت جايب كنت انا قاعد مجلس اداره، فجبت كان جايب شاشات عندنا في النادي، فكان المرحوم يونس الشلبي وتعرف زملكاوي وكان موجود معانا يعني بيتفرج، فالزمالك فاز فالتلفزيون المصري بيسجل معايا، فيونس كل شويه يقول لي ايه اشكر سياده الرئيس اشكر سياده الرئيس، فانا يعني ماشي اشكر يعني احنا على الهوا، عايز اقول له طب يا يونس بس اصبر شويه، انت عارف يونس كان دمه خفيف يعني، فقلت على فكره طبعا خلاص يا يونس طبعا بنشكر سياده الرئيس لانه زملكاوي هو واولاده. سيد جمال مبارك عمل لنا حفله بعد الفريق ما جه في دار القوات الجويه. يعني هو الحفله ما كانش في دار القوات، كانت في احدى الفنادق في الزمالك على ما اتذكر يعني، نفس الواقعه اللقطه ما هي دي كان بعض اعتقد السوبر يعني، لان كان الكابتن جوهري وقتها. ايه المشكل يعني ايه اللي يزعل وايه اللي، وبعدين انت حتى لما تزعل استاذ علاء لا مش انت مش متعودين يطلع منك الكلام ده، ما يصحش. على العموم انا الموضوع خصني وذلك انا مش حتى عاوز اقول لك حاجه انا بس ارجو انك تبقى عرفت ان انا مش كذاب، وتبقى عرفت او انت قلت ان انا كبير واشكرك كذاب وكبير، انا ليه قلت وي وكبير باخدها لوحدها بقى دي اشكرك انك شايفني كبير، وعشان انا كبير مش هرد عليك. ده كان لازم من توضيحه، لانه زي ما قلت لكم استاذ علاء مبارك حد اخلاقيا حتى بعيدا عن اي حاجه له قيمته له تقديره، الكلام ان هو ياخد انطباع او يصدق كلام اتقال بمحمل الغلط خالص على عكس ما قيل فيه، اعتقد هو مدين اخلاقيا بالاعتذار للمهندس عادل القيعي اللي بالتاكيد يحترم الجميع، وده حتى مؤكد. من ابجديات ملك وكتابه وابجديات قناه الاهلي مؤكد. واحنا لما حبينا نجيب حتى مرتضى منصور جبناه لكم وهو بيتكلم عن ذات الواقعه بنفس الطريقه وبنفس التصريح، ما حكاش حاجه ثانيه، زود عليه يونس الشلبي بس وزود يونس الشلبي يعني صحيح. لانه حضرها انا ما حضرتهاش، انا شفت انا حكيت اللي شفته طيب الفار والعار، طبعا تقنيه الفار لو تفتكروا اول من طالب بيها كان النادي الاهلي، وايام عهد
المهندس هاني ابو ريده في رئاسه اتحاد الكره، النادي الاهلي هو اللي بعت جواب وطالب اتحاد الكره بالاستعانه بالتكنولوجيا الحديثه في تطوير مستوى الحكام، وكانت الاشاره الى العمل بتقنيه الفار علشان كل واحد ياخد حقه. الاسبوع ده كان الفار هو بطل المشهد لانه تاثير مباشر في نتيجه مباراتين. تم اهمال الفار تماما في مباراه الاهلي ووادي دجله، اهدرت حقوق مشروعه للنادي الاهلي في هذه المباراه مش باعترافنا، باعتراف خبراء ومحللي التحكيم. ضربات جزاء يا استاذ ابراهيم. باعتراف خبراء ومحللي استوديوهات التحكيم. فكانت النتيجه ان تعادل الاهلي مع وادي دجله. تاني يوم الزمالك بيلعب مع انبي، برضه مش كلامنا، كلام خبراء التحكيم، ازاي انبي لم تحتسب له ضربتين جزاء اثروا في نتيجه المباراه اللي فاز بيها الزمالك. وسمعنا كلام الكابتن حلمي طولان، وسمعنا اراء خبراء التحكيم على مختلف ادائهم. هنشوف في البدايه كابتن احمد الشناوي ومباراه الاهلي ووادي دجله، مبدئيا في الحديث عن ركله جزاء، ثم الحديث عن الوقت القانوني للمباراه، كيف تم اهداره وكيف لم يحافظ الحكم على هذا الحق. نشوف الكابتن الشناوي. نيجي بقى اللعبه اللي جايه دي، احمد الغندور ما شافهاش، ويعني عايز اقف حاجه هنا عشان انت اتناقشنا فيها، يمكن الكابتن وليد اتكلم معايا فيها، حته الشد والمسك. ممكن المسك يا كباتن لو الشد من الفانيلا ممكن ما ياثرش على حركه اللاعب في التقدم، صح يا دكتور طه؟ مش كده؟ لان ممكن الفانيلا بتتشد معاه، لكن الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه. فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه. فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا، وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود، وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى، اتحسب فاول عكس. ما اتحسبتش خالص، اتحسب فاول عكس. لعب عادي، لعب يعني كمان. يعني انا عايز اقول ان اللعبه دي حتى الفار ما شافش الحاجه دي، لكن انا عايز اقول ان يعني احمد الغندور كان يعني لعبه الشد قريب يعني، لكن ما تعرفش بقى الفار ما شافش اللي عنده ايه، ما انا ما اقدرش احكم في دي، لكن الخطا موجود والمسك موجود والعقوق لابد من احتساب. نتكلم في الوقت الضائع طبعا اللي اتكلمني فيه الكابتن وليد برضو، احتساب الوقت الضائع يا كابتن مش مفيش تايم كيبر للحكم انه يقدر يقول دقيقه يمشي، ما يقدرش، لكن هو بيقدر. وطبعا هنا التقدير لازم يكون قريب من الواقع وقريب من الصحه، ما ينفعش يكون الوقت مثلا الضائع 8 9 دقائق والحكم يدي 4 دقائق، لا. لكن لما تقول لهم مثلا 8 يدي 5 يدي 6 مقبول، كلام يعني قرب من الـ من الـ من الـ من, الـ من الرقم، لكن ما ينفعش يبقى الرقم مثلا 7 دقائق ويدي 4 دقائق، لا، بعد بعد كتير. فانا شايف ان في كانت يعني لدجله 3 تغييرات في الشوط الثاني، والنادي الاهلي تغييرين، يعني 5 تغييرات، دقيقتين ونص. ها؟ بدقيقتين ونص. يعني انا بتكلم الى جانب في كان لاعب برضه مصاب، الى جانب ان هو لما احتسب الاربع دقائق لاعب تم يعني كان واقع في الارض بيعالجه، وهو عملوا تغيير اثناء اللعب. فطبعا هنا انا عايز اقول ان الوضع كان لازم يكون، يعني انا شايف ان الاربع دقائق فعلا الاعتراف بتاع النادي الاهلي واللعيبه عقب المباراه على الوقت الضايع، احتساب الوقت الضايع، كان عنده يعني تحس ان هو مش قريب من واقع الرقم اللي كان المفروض يحتسب. حتى لو كان عمل 5 دقائق بعتقد ما كانش حد هيتكلم، يعني 5 دقائق 6 دقائق كان يبقى قرب من الرقم اللي ممكن يبقى مقبول لدى الفريق اللي هو في صالحه احتساب الوقت الضايع. طيب كابتن الشناوي، ضربه جزاء لم تحتسب للاهلي، وبالمناسبه حتى في الفقره التحليليه بتاعته ضربه جزاء اخرى حللها الكابتن الشناوي لم تحتسب للاهلي. فالكابتن الشناوي يعني كشف عن اهدار حق الاهلي في ضربتين جزاء وفي الوقت، والوقت القانوني يا جماعه دي مساله يجب مراعاتها، لان وقت المباراه دي ده جزء من قانونيه المباراه. مسؤوليه الحكم لا تتوقف عند ان انت رفعت اللوحه وقلت 4 دقائق، طب الفريق الاخر السالك الاربع دقائق ما تلعبش منهم يجي دقيقه، خلاص انت مسؤوليتك انتهت؟ يعني هل ده شكل قانوني من اشكال الحفاظ على وقت المباراه؟ ده كان راي الكابتن الشناوي. هنشوف الكابتن ناصر عباس. قبل ما نتكلم كابتن ايمن، بس في المباراه
نتكلم في موضوع الوقت بدل الضايع. صح. الوقت بدل الضايع ده حق القانون اداه للفريقين مش لفريق واحد. الحق الوقت بدل الضايع ده حق للفريقين. وبنيجي النهارده نقول حتى لو الحكم انا بدي مثلا 4 دقائق وقت ضايع حصل ايه؟ حصل ان في ال4 دقائق اللي انا اديتهم حصل ان في كان عندي اصابه موجوده وكان عندي استبدال. اضافه لايه؟ ال4 دقائق كمان لما نيجي نتكلم بالتقريب انا كحكم مفترض ادي الوقت ضايع بالتقريب مش قوي يعني، ولكن عندي اصابات في الشوط الثاني، عندي استبدالات في الشوط الثاني على الاقل على الاقل مش اقل من 6 دقائق في الشوط الثاني. ده بنتكلم ليه؟ بنقول الكلام ده لكل حكامنا من فضلكم، لان الحق الوقت ده ممكن فرقه بيجيب جون واثنين وثلاثه في الوقت بدل ضايع. مش معنى حتى لو كانت النتيجه تعادل او فوز احنا بندي الوقت ضايع للفريقين يا كابتن ايمن، ودي ثقافه بنديها للحكام كلها. القانون اداك الحق في انك انت تقدر الوقت بضايع بشكل صحيح عشان تدي حق للفريق. حاله من الحالات المهمه يمكن يعني هنشوف عشان مش هنسبق الاحداث يا كابتن ايمن. كابتن شريف نشوف. هنشوف هنا بيكهام عدى ويمكن الايد طالعه يا كابتن ايمن صعب على الحكم، صعب جدا النهارده كحكم. هنشوف نشوف الزاويه اللي جايه. ها؟ ده جابه. ستوب. هنا قلنا الشد. ما حدش يقول لي ان في شد خفيفه يا كابتن علاء. وشد تقيل. صح. انا لاعب رايح الشده بتعطل لي حتى لو الشده بتروح موقفني. تمام؟ بالظبط. الشد يمكن مش زي اي مخالفه ثانيه في عرقله، لا ما فيش، في دفع ما فيش. هنا الشد واضح والايد خارجه وباينه والشد واضح جدا. يمكن اللاعب كان عنده ذكاء جدا ان هو مسك وساب. طب ازاي الفار ما جابوش في حاجه زي هنا الحاله دي؟ هو خلى اللعبه تواصل احمد، على الرغم ان انا لو رجعت كده كابتن ايمن هرجع كده لاحمد الغندور. خلاص هنا شايفين الايد وهنا بيكهام الشد موجود، وقلنا الشد يا كابتن الحاجه الوحيده اللي ما فيش فيها شد بسيط وشد كبير، ولكن انا شايف ان هنا كان يجب احتساب ركله جزاء للشد، مخالف شد للاعب النادي الاهلي. طيب ليه بنتكلم دلوقتي على موضوع الفار وتاثيره؟ لان برضه هنشوف ان في ماتش الزمالك في برضه الفار لم يستدعي، مع انه في ضربه جزاء اتحسبت لزمالك كسب بيها. في وبعدين رصدوا ضربتين جزاء لنادي انبي ما اتحسبش حاجه. الخبراء، انا عايز اقول ايه يا استاذ ابراهيم؟ ما هو ليه الاخطاء دي حصلت واحنا بنتكلم هو هنلغي الفار ولا ما نلغيش الفار؟ هو احنا لما طلبنا الفار في الاول والاتحاد او اللجنه السابقه ما جابتش الفار في التوقيت الاولاني بتاعها، قعد برضه الاعلام المناوي يقول لك هو ليه الاهلي مش عايز الفار؟ رغم ان الاهلي هو اللي كان اول طالب بالفار. ما هو اللي اول واحد كتب، كل الناس كانت عايزه الفار، اول واحد كتب كان النادي الاهلي. ايوه. ورغم هذا طول ما الفار مش موجود هو ليه الاهلي مش عايز الفار؟ قلب الحقائق انك تلح في الشيء اللي ما حصلش لما الناس تصدقه. أيوة. طب الفار جه رغم عيوبه ورغم ان هو مش جايب كل الحالات لكن الاهلي عايزه يكمل. ليه؟ لانه على الاقل بص ايه الفرق بين الحكم كان ده تملي قبل الفار. نقول الحكم ما عندوش رفاهيه استوديوهات التحليل، ما عندوش خط بيترسب، ما عندوش سلو موشن، ما عندوش رجع لي يا ابني اللقطه دي، هو بيحسب في لحظتها. طب لما يجي الفار بقى عنده كل ده. الفار بيقوم بدور استوديو التحليل، فمن الغرابه ان الشيء اللي مصر كلها تشوفه الفار ما يشوفوش. ايوه. اذا مش عارف ده حسن نيه سوء بخت، لان لما الاسبوع ده خمس نقاط صحيح هيؤثروا في مسيره الدوري. حد خد 3 نقاط، لو الفريق الانبي خد حقوقه كان ممكن ما ياخدهمش، والتاني ما خدش حقه 3 ضربات جزاء. هنجيبهم بقى هطلعهم لك انا الحلقه الجايه. طيب 3 ضربات جزاء كانت تدي للاهلي انتصار مريح، رغم ان عنده غيابات ورغم ان اداؤه تاثر جامد جدا بالتكتيك، ولان طبيعه اللعيبه اللي موجوده هي كويسه بس مش في مراكزها. فمسألة الفار أنا خايف لو استمرت أكتر من كده يبقى أنا مش هقدر أخدها براءة.
هذه المباراة كان التحكيم فيها وراثي. الحكم الكابتن أحمد الغندور، حكم الفيديو الكابتن حسام عزب حجاج. فبالتالي صدر القرار بإيقاف حكم الفيديو حسام عزب وحكم الفيديو في مباراة الزمالك. إذا صح هذا أستاذ إبراهيم؟ إذا صح ده أنه تم إيقاف حكمي الفيديو في المباراتين، ومسؤول بارز في الاتحاد أكد لي هذا القرار أنه تم إيقاف الحكمين، فده اعتراف أنه في تقصير تم من غرفة الفار. تقصير أثر في نتيجة المباراتين وأضاع 5 نقاط. مصر كلها شايفة. لكن أنا هنا لازم أحيي الأستاذ عزب حجاج. إذا كان فعلا تم إيقاف حكم الفار، وكما قيل يربطوا صلة قرابة، يعني كما قيل كما قيل برضو، يبقى ده راجل يحترم وقراره يعني على راسنا. انك انت عايز تعمل الصح، بس لما تعمل الصح بقى ادي الحقوق لاصحابها، ادي الحقوق لاصحابها، لانه بعد الفاصل هنشوف كلام كتير بعظمة لسانه. شايف الكاميرا بتدلعك؟ اهلا بحضراتكم من جديد. الكاميرا انت شايف زوم ايه، زوم اوت، وعماله تجيب حلو حلو. طيب احنا شفنا طبعا استوديو التحكيم والاراء المختلفه في مباراه الاهلي ووادي دجله، وازاي الحكم الكابتن احمد الشناوي والكابتن ناصر عباس شافوا انه الحكم حكم المباراه احمد الغندور اهدر الحق القانوني في المباراه، وازاي حكم الفار لم يتدخل لاقرار حقوق واضحه جدا للنادي الاهلي في ضربتين جزاء. كانت النتيجة إيقاف الحكم حسام عزب حسب ما أكد لي مسؤول بارز في الاتحاد. طيب المباراة التالية والأهلي والزمالك، أنت بتتكلم على منافسة، بتتكلم على القطبية أو حالة المنافسة اللي موجودة. الزمالك بيلعب مع إنبي، الحكم محمد الصباحي وحكم الفيديو. حكام الفيديو دلوقتي بقوا هم المهمين أكتر من مساعدين الملعب، صبحي العمراوي لتقنيه الفيديو ومعاه احمد عبد الله مساعد الفيديو. طيب الاثنين حقوق مشروعه لإنبي اشتكى منها وصرخ وقال وزاد الكابتن حلمي طولان، لكن حلمي طولان راجل منافس من حقه يطالب بحقوقه. راي التحكيم ايه؟ كابتن احمد الشناوي متحدثا في اون تايم سبورتس عن اداء الحكم في مباراه الزمالك وإنبي. طالما حاجه عندك صوره توري الحكم حاجه ما شافهاش قدمها له، قدمها له قرار. طيب هسال حضرتك سؤال مهم دلوقتي، الناس قاعده بتساله. طيب افرض انا كحكم فار ندهت على الصباحي في السماعات في الايربيس، اقول له يا كابتن ارجع للفار، يا كابتن ارجع للفار، هو مش عايز يرجع للفار، اعمل له ايه؟ خلاص ما خلي بالك، من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقول لك عليها ان شوف، بص واضح جدا ان داخل منطقه الجزاء اهي، نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. كنت يعني انا عايز اقول حاجه، انا اعتبر ان الصباحي راح وشاف اللعبه. راح شاف اللعبه، اللعبه دي مش ممكن ما يحتسبهاش ودي بي اون ما فيهاش اي حاجه. ممكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، بس هيشوفها يعني هيشوفها من رؤيه ثانيه. يعني حضرتك لو انت دلوقتي حكم يا كابتن احمد، لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله الجزاء طبعا، لو ركله الجزاء طيب انا بحلمت ركله الجزاء موجوده مفيش كلام، الدفع للاعب هو النهارده قال بيعمل اتاحه فرصه للاعب اللي ام اللي خد الكره اللي ما كان، لا دي مفيهاش اتاحه فرصه، دي ركله الجزاء، ركله الجزاء انت اديني ركله الجزاء ومالكش دعوه. انا ضيعها ما ضيعهاش، مش ركله ركله جزاء وبعدين الفار يقول لك مش ركله جزاء، ما يجراش حاجه، بس انت المفروض تصفر عليها. يعني ده حادث دهس؟ لا دهس وضربه جزاء، الراجل ما لعبش على الكوره، قد لو راها يكون فيها كارت احمر كمان. حرم اللاعب من فرصه مؤكده. او واعده. ايوه هنا بقى يعني اسمها ايه دي؟ هتيجي تقول لي اصل الحكم طب ما جريش كده ليه؟ هو احنا كل مره يتقال لك اصل الحكم ما شافش؟ ما هو الحكم لو ما شافش كتير يبقى مشكله، يبقى تحركه وعايز مراجعه. بص استاذ ابراهيم، كل ما هو بشري محتاج اخذ ورد ومراجعه.
لازم الاراده تبقى موجوده ان احنا عايزين ندي الحق لاصحابه بس. وعشان ندي الحق لاصحابه كابتن احمد الشناوي كان في مداخله مع الزميل ابراهيم فايق واكد على انه ما يجري من اتصال بين الحكم وغرفه الفار بيتم تسجيله. وبالتالي الحكم يقول لك ما بعتليش ما قاليش، والتاني يقول لك قلت له بس ما سمعش الكلام، كل ده متسجل. وعشان كده ثبت ان غرفه الفار في المباراتين كان فيها حاجه. القطه والفار كان فيهم مشكله. شاهد ما شافش حاجه. بالظبط. نشوف راي الكابتن سمير عثمان في الاستوديو التحليلي في اون تايم سبورتس. عندنا دي حاله مهمه جدا في المباراه اللي هي الحاله الثانيه، كانت في الدقيقه 23 مطالبه نادي امبي لركله جزاء. اما نشوف دي اللعبه اللايف، احنا اللعبه جايبينها عن طريق حاجتين. اول حاجه نتاكد الاول هل في خطا ولا لا. اما نشوف في خطا ولا لا من الاعاده دلوقتي اللي هتبين لنا. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث حدث، الخطا الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها. طالما الحدث حدث على الخطوط، الخطوط من ضمن المناطق، يعني خطوط 18 دي منطقه الجزاء، خطوط 6 ياردة من داخل منطقه 6 ياردة. طالما الحدث هنا على خط يبقى هنا لازم نحتسب ركله جزاء. طب ليه محمد الصباحي ما حسبهاش؟ في عادة بعد كده جت ورد من ورا، هنلاقي محمد الصباحي في اثنين من الزمالك، واحد من الزمالك واحد من الزمالك واحد تاني من امبي، عملوا زاويه الرؤيه. طب هنا السؤال بقى، والفلوس اللي احنا دافعينها كتير، هي الفار. ليه الفار هنا ما استدعوش؟ كان لازم الفار يستدعاه ويناقشوا. اول حاجه طبعا لا يمكن يناقشوا في حدوث الخطا لان في خطا، بس كان يناقشوا الكره بره ولا جوه. دي علامه استفهام عند حكام الفار مع لجنه الحكام الرئيسيه، لازم يستدعوا الحكم بتاع الفيديو. انت ليه ما ناديتش في كره زي دي ليه؟ لان دي كره مكانيه، ركله جزاء غير محتسبه لصالح فريق امبي، ودي كانت في الشوط الاول. لا تعليق. لا مش عايزين نعلق كتير لان الصوره ابلغ من اي تعليق. طب الكابتن رضا البلتاجي بقى، الراجل ده لا شغال في اللجنه ولا دلوقتي موجود في تشكيل الاتحاد، والزميل الاستاذ سيد علي ساله عن رايه في اللي حاصل من الفار. نشوفه. احنا شفنا ماتش امبارح بتاع انبي، وشفنا ماتش الاهلي، وشفنا ماتش سموحه، حاجات شديده الوضوح يا كابتن رضا، يعني مش محتاجه، يعني حتى مش محتاجه تقنيه الفار، يعني الحكم جنبها والمسائل واضحه جدا، وخاصه ان تلك الاخطاء غيرت مسار المباريات. انت رايك ايه؟ خليني اقول لك يا استاذ بيه ان يعني عجله الزمان وسترجع لورا، الفار حل كتير كتير جدا جدا من مشاكل الحكام والتحكيم. يعني النهارده احنا في ثلاث اربع احداث بتحصل على الاقل في كل مباراه، كان كل واحده فيها كفيله بحل لجنه الحكام، لا تحل اتحاد الكوره نفسه. الفار حل كتير من المشاكل. امبارح يا كابتن دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء بتاع ايه؟ مش هختلف يا كابتن، انا مع حضرتك الكابتن حلمي ظلم في اللعبه دي. يعني انا وخلاص انا مش بقول حاجه، يعني حاجه جديده، الناس كلها اخرت بهذا الموضوع. طيب يا كابتن رضا، دلوقتي الكابتن حلمي انا بساله، تم ايقاف الحكم الفار لانه جديد، قال لي وانا استفدت ايه؟ هو معاه حق. اليس هناك يا فندم اي تقنين او شيء ان الناس دي اتظلمت، وكل اللعيبه والمدير الفني والناس حاسين بالظلم، هم استفادوا ايه ان ايقاف الحكم بعد ما خسروا المباراه؟ اليس هناك تشريع او حاجه من الفيبا ان ممكن يحتسب او الناس دي تاخد حقها يا فندم؟ لا يا فندم، خلاص الموضوع انتهى، احنا ما عملناش حاجه جديده، العالم سمعنا في التجربه، عايزين يعني مزيد من التدريب عليها، عايزين اعداد اضافيه للحكام. انا معاك يا فندم، بس انا اللي لما شفناها على تقنيه الفار مش محتاجه. اذا كان الحكم بياخذ قراره في جزء من 10 من الثانيه وهنقول شاف او ما شافش، او التقدير، الفار قاعد في استوديو تحليلي في الملعب، لا مبرر اطلاقا لما يحدث في مثل هذه الاخطاء الواضحه الفجه اللي كل الناس ما فيش حد اختلف عليه، واخد بالك؟ لكن كمان نشوف الاستاذ احمد عبد الهادي في الاذاعه. في الاذاعه بصراحه مش قادر استوعب او افهم ازاي اساسا تم مناقشه الغاء الفار، واللي كان ليه دور كبير في تطبيق العداله وطبعا انصف انديه كتيره جدا. هو احنا يا جماعه بنتقدم ولا بنتاخر ولا ايه بالظبط؟
مجرد اننا نفكر في الغاء الفار هتبقى كارثة وجريمة لا تغتفر. الدوري المصري اصبح ليه شكل وقيمة بوجود الفار. عارف اننا مع الفار بنشوف اخطاء تحكيمية، يمكن اخرها كان امبارح مباراة الاهلي وادي دجلة وحرمان الاهلي من ضرب الجزاء صحيحة، ولكن العيب هنا مش في تقنية الفار، العيب من حكم الفار ونوايا بعض الحكام اللي مع مرور الوقت ومع تكرار اخطائهم المقصودة اكيد مش هيكون لهم دور في التحكيم. والصراحة النوايا بتبان، يعني لما يتم ايقاف المباراة فيما يقرب من 9 دقايق ونلاقي الوقت بلد ضايع 4 دقايق يبقى مقصودة سيدي الحكم. طيب هو لمس نقطة الباقي كله يعني الناس كلها لمست عليها، قال العيب مش في التقنية، التقنية عملت اللي عليها وجابت الخطأ. العيب في البشر. انت فاكر خالص السنة اللي فاتت قبل الفار قلت لك انا مش متفائل بتقنية الفار دي، لان اللي حيديرها بشر، لان اللي كان واقف على الخط كحكم خامس كان بيقبل حدث قدامه يكاد يلعب مع اللعيبة فاكر اللقطه وهو بيطلع وما يعمل نفسه ما شافش حاجة مرة واثنين وثلاثة وكلها في اتجاه واحد، يا هنا يا هنا كلها في اتجاه واحد. فانت المسألة مسألة ارادة، انت عايز تحقق عدالة ولا مش عايز تحقق عدالة، هنا البشر بيتدخل، إرادة البشر بتتدخل. أما التقنية سهلة، لذلك أنت لما تيجي تروح في الفولي بول ولا التنس زي ما قلت لك التقنية بتحكم، الكاميرا تجيب لك الخط، مع الحكم ما بيتفلسفش أو ما ملوش رأي في الموضوع. ربنا يهدي ومعلش التقنية بتحكم، التقنية التقنية هو الميزة الوحيدة اللي الفار عملت إيه؟ كشفت. كشفت تقنية كشفت البشر، التقنية كشفت البشر والتقنية عايزانا نطلع فاصل، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا شفنا نماذج كتيرة للي حاصل في تقنية الفار، وحسنا فعل اتحاد الكرة إن كان قد نفذ بالفعل إيقاف حكمي الفار، لأن اللي حصل ده فعلا إهدار لحقوق مشروعة وضربات جزاء صحيحة وتلاعب في الوقت القانوني للمباريات. ده كان كل ما لدينا من بعضمة لسانه، لكن كما تعودت دائما الأهلي الحاضر بتاعه يستقيه من تاريخه المتراكم والذي تضيئه دائما الشموع الحمراء، رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي. أيوة من زمان نفسي في شوية تاريخ كده نوري الناس مين الأهلي، مين اللي عمله، مين الشخصيات اللي كانت بترقصه، وازاي اثرت مش في الاهلي في مصر، في حركه السياسه والاقتصاد والرياضه والادب. احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي من 48 في مرحله مهمه جدا من تاريخه، صاحب انجازات كبيره جدا في النادي الاهلي 61. نشوف في هذا التقرير الصوتي جوانب من هذه القيمه الاهلاويه الكبيره. أحمد عبود باشا رجل الاقتصاد والسياسة والرياضة، يزخر تاريخ النادي الأهلي برموز خالدة كان عطاؤها للقلعة الحمراء بلا حدود ودون أي مقابل، أبرزها صاحب استعادة أحمد عبود باشا الذي يعد واحدا من الذين تركوا بصماتهم في مجال الاقتصاد والرياضة والسياسة. من مواليد عام 1889 بباب الشعرية، لرجل عادي من الطبقة المتوسطة كان يملك حماماً شعبياً في المنطقة. تعلم في مدرسة الشيخ عتريس وكان يحصل على جنيه من الحكومة شهرية لتفوقه الدراسي قبل أن يسافر لدراسة الهندسة في الخارج، وعمل بعد تخرجه في إحدى الشركات الإنجليزية قبل أن يستقيل من عمله ليؤسس شركة صغيرة خاصة به ويبدأ رحلة الانطلاق. حصل أحمد عبود على النيشان العثماني الرابع، ثم منح رتبة البكوية الممتازة قبل أن يحصل على رتبة البشوية من الملك فؤاد الأول عام 1930. كان صديقاً للكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين الذي كان عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي،
وهو الذي أقنعه بزيارة النادي، فكان أن أحب المكان وظل عاشقاً له لأبعد الحدود، حيث تبرع بمبلغ 8,000 جنيه لإنشاء حمام السباحة بالنادي قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارته ولمدة 15 عاماً في الفترة من 19 فبراير عام 1946 إلى 19 ديسمبر عام 1961. وكانت تلك الفترة من أزهى عصور الأهلي، حيث حصل خلالها على 9 بطولات متتالية للدوري. في عهده أنشئ الملعب الرئيسي لكرة القدم، واقتطع جزء من نادي الفروسية ليطل النادي الأهلي على كورنيش النيل، وكان أول من طرح فكرة التعاقد مع مدربين أجانب في سبتمبر عام 1955، على أن يكون راتب المدرب الأجنبي في حدود 100 جنيه، ويتحمل النادي نصف المرتب، ويدفع أحمد عبود باشا 50 جنيها. وفي موسم 1954-1955 اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بالانسحاب من عضوية اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراته مع الترام في الأسبوع 16 من الدوري، بعد رفضه قرارات اتحاد الكرة الظالمة، وهو ما أيده لاعبو الفريق وأعلنوا عدم الاشتراك في أي مباراة قومية. ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبود باشا الشكر للاعبين على موقفهم النبيل، وهذا الحادث منح الأهلي قوة وشعبية إضافية لدى جماهيره. وترك أحمد عبود باشا رئاسة النادي الأهلي عام 1961 بسبب قوانين يوليو الاشتراكية. في عام 1964 وافته المنية في أوروبا، ليسدل الستار على واحد من أعظم وأبرز رؤساء النادي الأهلي طوال تاريخه. شخصية لن تتوقف أمامه، من رجل بسيط بياخد إعانة من الدولة عشان يتعلم، فبيسافر بره يكمل تعليمه ويرجع يتعين موظف ويستقيل عشان يبتدي بشركة صغيرة تحوله إلى أكبر اقتصادي بعد طلعت حرب. طلعت حرب مصر البنوك ومصر الصناعات ومصر، لكن ده أنشأ البوصة الخدوية، ودي كانت شركة للنقل، أسطول للنقل البحري ضخم جدا. أنشأ شركة السكر في الحوامدية، راجل أثر تماما في الاقتصاد المصري. وبعدين لما دخل وترأس النادي الأهلي هو الرئيس الذي لم يخسر الدوري قط. في عهده تم تسجيل الرقم القياسي لتسعة دوري، وتوقف الدوري مش عارف مرتين عشان الحرب في 56 وعشان حاجة تانية. فعبود باشا رجل هو يعني دخل النادي الأهلي لأنه انبهر وقال أيوة. لا، شوف اللي دخلوا النادي الأهلي مصطفى أمين طبعا، عضو مجلس إدارة النادي والكاتب الصحفي الكبير. ما هو انت تاريخ النادي الأهلي، ليه أنا بقول لك باستمرار ببقى مصر ان انا اتفسح لي وقت كده نتكلم على تاريخ النادي الاهلي. اذا اولادنا وشبابنا ما حسوش وشافوا وعاشوا صوت وصوره وشافوا الكيانات دي، مش هيعرفوا يحبوا الاهلي كما نحبه، لان احنا شفنا. ايوه، فاحنا مش عايزين نبقى انانيين، عايزين نشاركهم معانا. ايوه، الحمد لله ان تاريخ النادي الاهلي احنا غير اي نادي، تاريخنا موثق صوت وصوره في محاضر مجلس الاداره من يوم واحد بالظبط، نقدر نطلع لك كل قرار الساعة كام وامتى. ايوه، عبود باشا انا كنت في النادي مسؤول في إدارة تسويق والاستثمار، جالي شاب من الإسماعيلية وعايز يعمل رسالة دكتوراه في عبود باشا. ده الدكتور أحمد الغريب؟ ايوه لسه كنت حاول. فقلت له طيب ده جميل جدا، قال لي عايزك تقول لي وتديني مستندات وتسيبني اطلع على حاجات، وخدت له اذن اللي عندنا شافه. حظه الحلم ان انا في وقت ما كنت بكتب في جريده المصور
فكلمني شخص قال لي أنا ابن شقيقة عبود باشا، وأنا مستاء جدا من المصور، لأنه ركزوا قوي على أنه عبود باشا ده كان عنده حمام بلدي ولم يركزوا على مسيرته على تاريخه بتاعه. قلت له تعالى لي نتعرف على بعض، فروحت مشبك الاثنين مع بعض. قلت له لا انا هبعت لك بقى لواحد من البيت هيدي لك صور وهيدي لك تاريخ وهيدي لك. واحمد الغريب عمل كتاب عنه، عمل الحقيقة. دكتوراه وطلعها في كتاب، وطلعها في كتاب عن عبود باشا. هذه الدكتوراه من ابدع ما كتب في السير عن عبود باشا، عن عبود باشا او في توثيق السير يعني. عشان كده ده جانب من الشموع الحمراء التي اضاءت طريق النادي الاهلي طوال تاريخه، عشان تعرفوا ليه الأهلي مختلف. انتوا كمان جمهور مختلف، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.